والله انا حلقه رامز شفتها في حاجه اتفاجئت منها جدا، ولغايه دلوقتي مش لاقي لها اي تفسير. اتفاجئت في الحلقه وانا بتفرج ان رامز والبرنامج قرر ياخد الجزء الاخير بس من اجابتي، فانا استغربت جدا. انا ما فهمتش ايه الفكره من ان اجابتي تتقص وتتاخد دي بس. مشكلة كبيرة حطت رامز جلال وبرنامجه وفريق الإعداد كله في مأزق بعد رفض أحمد أبو هشيمة عرض الحلقة بتاعت ياسمين صبري اللي اتصورت السنة دي. معانا تسريبات حصرية من الحلقة اللي اتصورت السنة دي وشكلها كده بعد رفض أحمد أبو هشيمة وتشدده بسبب الإفيهات اللي بيقولها رامز جلال مش هتتعرض. تابع معانا كل تفاصيل الحلقة والخبر الموثوق منه المؤكد. وفضلا وليس أمرا، لو حضرتك مش مشترك او اول مرة تشوفني نورني بوجودك معانا، ولو لايك على الفيديو يبقى حاجة كويسة اوي من حضرتك. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، اهلا وسهلا بيكم حلقة جديدة مع منعم. نبدأ كلامنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونزل خبر من جريدة موثوق منها او من موقع موثوق منه، وهو اليوم السابع زي ما حضراتكم شايفين كده عشان ما يبقاش كلام مرسل وخلاص، وهو عن احمد ابو هشيمة ورفضه الشديد لعرض حلقة رامز جلال اللي اتصورت السنة دي مع ياسمين صبري. الخبر حضرتك تقدر ترجع له على موقع اليوم السابع، ولكن انا جايب لحضراتكم تفاصيل حصرية جدا عن الموضوع ده وليه ده حصل. بس الاول في تفاصيل حلقة النهاردة، كان رامز جلال جايب دينا الشربيني وبرضه كعادته مفيش حد سلم من افهاته اللي بعض الجمهور شايفها كويسة ودمها خفيف وعادية وعادي يا جماعة، ما هو كده كده كله هزار والناس دي برضه معاها حق ورأيها يحترم، ولكن ناس تانية شايفة لا ما ينفعش برضو يقول كده، لا الافيهات ما ينفعش كده. والنجم نفسه ساعات بيبقى معترض وبيزعل من الكلام اللي بيتقال، زي ما قلنا واعترضت قبل كده هالة صدقي لما قالوا لها لا مش هنوريك الحلقة بعد المونتاج لان ده ممنوع، لكن ده ما حصلش مع ياسمين صبري. لكن بقى دينا الشربيني لما طلعت النهاردة، طبعا سمعنا الافيهات اللي قالها رامز كلها، ولكن في اخر الحلقة سألها سؤال كده يعني انت عايزة مين اللي يتعمل فيه المقلب، وكان مستني ان هي ترد وتقول له عايزة عمرو دياب او كده عشان بقى ايه نوع من انواع الهزار، ويطلع بقى عمرو مثلا يرد عليها في حتة من اغنية ولا مثلا بستوري ولا حاجة والحاجات دي. لكن هي طلعت محترمة جدا قالت له مش عايزة حد يحصل فيه حاجة زي دي، وده بجد ولو يحصل في حد فيحصل لك انت، فبصراحة كلام محترم جدا. مين تتمنى تعمل فيه المقلب؟ ولا حد. لا مش عايزين كده والله العظيم، مش عايزين كده. اما بقى عن المشكله والخبر اللي لسه نازل النهارده وخبر مؤكد 100% ان الحلقه مش هتتعرض الا لو تم حذف الحاجات اللي مش عاجب احمد ابو هشيمه في الحلقه، وده بسبب ان السنه اللي فاتت كانت الحلقه فيها شويه كلام كده، وطبعا الجمله المشهوره بتاعت بيضحكني اللي كانت اتعرضت في الحلقه. اللي شدك في ابو هشيمه جدعنته ولا وسامته؟ بيضحكك دي بتغلط يا ابو الرجال. واللي بسبب الحلقه دي ياسمين صبري طلعت في احدى البرامج واتكلمت مخصوص عشان توضح حاجه زي دي، ان رامز جلال قطع كمان الاجابات اللي هي كانت بتقولها وقطع حاجات كتير كانت وصفها في احمد ابو هشيمه زي ما حضرتك هتشوف كده. والله انا حلقه رامز شفتها زي الجمهور، في حاجه اتفاجئت منها جدا ولغايه دلوقتي مش لاقي لها اي تفسير. انا لما اتسالت السؤال انا بحب في احمد جدعنته ولا وسامته، الحقيقه ان انا جاوبت قلت انا بحب فيه كل حاجه، انا بحب فيه انه ناجح، انه واثق من نفسه، انه طموح. انا حتى قلت انا يعني من وجهه نظري قلت هو سيد الرجاله، وان احنا بنتمرن مع بعض في الجيم وفي حاجات بينا كتير مشتركه، وان هو بيضحك. اتفاجئت في الحلقه وانا بتفرج ان رامز والبرنامج قرر ياخد الجزء الاخير بس من اجابتي، فانا استغربت جدا. انا ما فهمتش ايه الفكره من ان اجابتي تتقص وتتاخد دي بس، حتى انا قلت اوه بيضحكني، فاوه دي اتشالت. دي حاجه يعني ضايقتني وانا ما كنتش اتوقع كده بصراحه من رامز. فطبعا واضح كده كلام قد ايه اتشال من الحلقه يعني، ووصف قد ايه واختصروها في كلمه واحده، واستفزاز رامز ليه احمد ابو هشيمه في الكلمه اللي قالها له في الاخر. ولكن النقطه بقى مش كده، النقطه واللي دي ممكن هي تكون سبب المشكله الرئيسيه، ان كان نشبت مشكله كده لما احمد ابو هشيمه اتصاب بكورونا وقعد في العزل فتره كبيره، وفي الفتره دي كانت
ياسمين صبري سابت زوجها وابتدت بقى تنزل عشان بقى التصوير وعشان الحاجات اللي هي بتعملها المسلسلات او الافلام، وابتدت بقى واحده واحده تتابع حياتها وسايباها خالص وناس لامت عليها في حاجه زي دي. فطلعت ياسمين صبري بستوري زي اللي حضرتك شايفه ده ان رضا الناس غايه لا تدرك وجمعه مباركه عليكم، وكانها يعني بتقول ان حتى لو انا سبت حاجه زي دي فبرضو الناس مش هيعجبها، ولو انا كنت موجوده معاه في حاجه زي دي برضو الناس مش هيعجبهم. وهنا بقى تلاقي رامز اصطاد في المايه العكره كعادته واتسال سؤال لياسمين صبري من النوع ده، ودخل رامز هو اللي رد على نزولها للشغل وسابت زوجها وهو مريض، والكلام بقى كتير ناحيه حته زي دي. وفي المقال اللي حضرتك لو حبيت ترجع له يعني، مع اني جايب لحضرتك كل تفاصيله في المقال ده، كان بيتكلم احمد ابو هشيمه وقال ان هو رافض حاجه زي دي بعد ما تم اعداد المونتاج للحلقه، وقال لا لازم حاجات معينه يتم تغييرها وحذفها من الحلقات، وهي اجابات رامز جلال، ولكن ده ما كانش على هوا فريق الاعداد او على رامز جلال، ورامز جلال رفض حاجه زي دي وقال لا احنا عايزين نعرض الحلقه زي ما هي، والا هتتفرغ من الجزء الكوميدي اللي موجود فيها. والنقطة دي لحد النهاردة كده، لحد تصوير الحلقة، لحد ما الخبر خرج، النقطة دي محل خلاف ما بينهم، والله اعلم بقى مين اللي هيكسب في الاخر. هو المفروض ان هم ماضيين عقد ان هي موافقة ان هي الحلقة تتعرض، وكمان احمد ابو هشيمة يعني خلينا صراحة مش سهل ابدا ان هو يسيبهم يعرضوا الحلقة غصب عنه مثلا او حاجة، فطبيعي جدا كل حاجة هتبان في الايام اللي جاية، سواء شفنا ياسمين صبري مع رامز جلال او ما شفناش الحلقة خالص، يبقى ده كده احمد ابو هشيمة قرر انها ما تتعرضش ورامز قرر انه ما يخشش في مشاكل معاه. اما بخصوص بقى اللقطات الحصرية اللي تم تسريبها من الحلقة بتاعت ياسمين صبري الاخيرة، وهي ثواني معدودة كده زي ما حضرتك هتشوفها. فبشكر حضراتكم جدا لو تابعتوا معايا الفيديو لحد اللحظة دي، ولو حضرتك عايز تتابع كل جديد وكل الاخبار الجديدة والحصرية ياريت تشترك في القناة وتنورني بوجودك. اما بقى لو ما دوستش لايك لحد دلوقتي فدوس لايك قبل ما تخرج من الحلقة، وما تنساش كومنت برأيك في حلقة النهاردة. وكان معاكم اخوكم منعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله انا حلقة رامز شفتها زي الجمهور، في حاجة اتفاجئت منها جدا ولغاية دلوقتي مش لاقي لها اي تفسير. انا لما اتسألت السؤال انا بحب في احمد جدعنته ولا وسامته، الحقيقة ان انا جاوبت قلت انا بحب فيه كل حاجة، انا بحب فيه انه ناجح، انه واثق من نفسه، انه طموح. انا حتى قلت انا يعني من وجهة نظري قلت هو سيد الرجالة، وان احنا بنتمرن مع بعض في الجيم وفي حاجات بينا كتير مشتركة، وان هو بيضحك. اتفاجئت في الحلقة وانا بتفرج ان رامز والبرنامج قرر ياخد الجزء الاخير بس من اجابتي، فانا استغربت جدا. انا ما فهمتش ايه الفكره من ان اجابتي تتقص وتتاخد دي بس، حتى انا قلت اوه بيضحكني، فاوه دي اتشالت. دي حاجه يعني ضايقتني، وانا ما كنتش اتوقع كده بصراحه من رامز.